السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة على القناة. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بطاطا في الفران بواحد الطريقة اللي زوينة وكتجي لذيذة بزاف، كتعجب حتى الوليدات الصغار. خليكم مع الفيديو. على بركة الله، كيف كتشوفوا معايا اخواتاتي عندي واحد الكمية ديال البطاطا، ماشي مهم تكون حمراء ولا البيضاء، اي نوع عندكم ديروه. كيف كتشوفوا غسلتها مزيان، بنا ضروري نغسلوها مزيان باش تحيد منها التراب وما يبقاش فيها حيت ما غاديش نقشروها. معايا هنا بديت الطابي الومنيوم ودرت فيه ورق زبده، كيف كتشوفوا ورق زبده باش يبقى هكا ثابت لكم ما يطلعش وما يوقفش بحال هكا مع جناب. ديروا ليه صافي، غادي يولي باش ديكم الفرن في الماء حطيتوه يبقى صافي. كنحطوا البطاطا في الوسط ديال الورق وكنخوي عليها واحد جوج معالق ديال زيت الزيتون. الا ما عندكش زيت الزيتون ديري زيت نباتيه. هاد زيت الزيتون البنات كيخلي البطاطا ديالنا ديما محمره كيف غادي تشوفوا. هاد البطاطا خواتاتي صدقوني راه كتجي رائعه، الا جربتوها اكيد غادي تعجبكم ان شاء الله وغادي تعجب حتى وليداتكم. بهذه الطريقه طريقه ثانيه من هنا ونرجع معكم بعد ما يطيبوا. بسم الله، كيف كتشوفوا معايا هنا غادي نتعرفوا على المكونات ديال الحشوه ديال البطاطا ديالنا. 100 من الكفته يمكن لكم تعوضوها بالكفته ديال الدجاج او ديال لاداند. وعندي هنا ربيع مقطع وواحد ثلاثه ديال الفصيصات ديال الثومه، وعندي الهريسه، هريسه اختياريه اللي ما كيبغيهاش ولا على حساب الوليدات ما يديرش الهريسه. وعندي واحد البصله صغيره مقطعه رقيقه بزاف، ولا ضربوها في الهشوار طحنوها في الهشوار افضل. وعندي التوابل، غادي نتعرفوا على التوابل وحنا كنوجدوا في الحشوه ديالنا. في مقلة غادي ندير زيت الزيتون، واحد ثلاثة المعالق ديال زيت الزيتون كيف كتشوفوا، ليهم الكفتة، وغنزيد الهريسة، غنزيد هاد البصلة والثومة والربيع. غادي ندير واحد حتى درت الهريسة غادي ندير نص معلقة ديال البزار، معلقة ديال الخرقوم، معلقة صغيرة ديال السكينجبير، ونص معلقة ديال الكمون، معلقة ونص ديال التحميرة، ديك الحال الملح حسب الذوق، صافي. غادي ندير هاد الكفتة ديالي وهاد المكونات على نار متوسطة ونخليها حتى طيب ونرجع معاكم. كيكون هذا هو الشكل ديال الحشوة ديالنا بعد ما طابت. صافي خواتاتي كيف كتشوفو معايا كان هذا هو الشكل ديال البطاطا ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران. كتجي محمره البنات، هذا علاش كنضيفوا ليها داك الزويته، باقا سخونه البنات، باقا سخونه بزاف. غادي نخليها تبرد شويه، نحل عليها هذا ونخليها تبرد ونرجع معكم. شوفوا معايا كيكون هذا هو الشكل ديال البطاطا ديالي من بعد ما حيدت ليها الالومنيوم، غادي نخليها تبرد غير واحد شويه ونرجع معكم. صافي خواتاتي من بعد ما بردات ليا البطاطا ديالي غير شويه كيف كتشوفوا راه مازال سخونه، صافي غادي نحاول ندير فيها واحد الفتيحه من الوسط هكا. غادي ناخذ الحشوه ديالي وغادي نبدا كنعمر البطاطا بهذا الشكل هذا، ما تخيلوش معايا البنات شحال كتجي لذيذه هاد البطاطا، هذه كتجي رائعه، الا جربتوها ما غاديش تبقاو تستغناو عليها.
صافي خواتاتي، وغادي ندير عليها الفرماج. صافي خواتاتي، كيف كتشوفوا معايا، بعد ما درت ليها فرماج من فوق تيكون هذا هو الشكل ديالها. البطاطا ديالنا ساهله ماهله، غير الا ما بغيتيش تجربوها البنات راه كتجي ولا ارواح. واحد ندخلها للفران حتى يذوب الفرماج وتحمر لي البطاطا من الجناب ونرجع معاكم. كيف كتشوفوا معايا خواتاتي، كان هذا هو الشكل النهائي ديال البطاطا ديالنا، كتجي رائعه البنات في المذاق وحتى في الشكل. كنتمنى تجربوها وتنال اعجابكم، بالاخص انها بواحد المكونات اللي ببساطه البنات كي تحضري هذه البطاطا هذه اللي زوينه ومتعي بها وليداتك وافراد عائلتك. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، الى عجبتكم اكيد ما تبخلوش عليا بلايك وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش تعم فائده. وكنتمنى الفيديوهات ديالي والوصفات اللي كنبارطاجي معكم تنال اعجابكم.